مرحبا بك كوتش. الله يسلمك ربي حبيبي. شفناك بلي انت اللي شرفت على الحصه التدريبيه تاع اليوم، كيفاش لقيت لي 3-3؟ بون ما يخفاش عليك بلي هي اول حصه خدمت معاهم انايا، مي تقدري تقولي بلي 70% يعني 70% استجابوا للتدريبات، مع انه اول حصه يعني فيها ديزاتليات اللي خدموا بيان وفيها ديزاتليات اللي ما خدموش، كاين حتى ديزاتليات اللي عمرهم داروا رياضه كامل اجسام، بصح ان شاء الله يعني بار طون يعني مع الوقت راح ان شاء الله يتحسنوا كيما راهم ان شاء الله. يعني اليوم جينا لاصال اولمبيك جيم، درنا سيونس مسكيلاسيون، درنا رفورسمون تاع لي ميسك، توشينا كاع لي ميسك سوا الفوق سوا لتحت لي جومب برا، الحمد لله فازت بيان مع الشيوخ السبيسياليست تاع وراونا كيفاش نديرو كيفاش نخدمو الكورت تاعنا والحمد لله فازت بيان. بيان سور استفدنا من الكوتش وهبي، عطانا لي كونساي كيفاش نقدو بلوطار نديرو ريجيم اليمونتير، كيفاش نقدو نخدمو الكورت تاعنا، كيفاش نقدو نديرو رفورسمون مسكولار بلا ما نديو دي بليسيور دي كورباتور تاع لي ميسك. الكوتش وهبي غني على التعريف، ورانا دي تكنيك، ورانا كيفاش لازم كيفاش ما لازمش، طول على بال واش هو يدير، ومام طون مع التنسيق مع لي كوتش تاعنا الحمد لله صافا جاست بيان الحمد لله. بدلنا شويه بدلنا شويه الريتم هذاك اللي كنا فيه تاع الغابه تاع تما، كنا نخدمو غير ما نقدروش نمسو الحديد، الحديد يجينينا في لا كومبيتيسيون. اليوم بدلنا شويه بيان سير، عطانا دي زيكزارسيس تما على جالو اللي قدرنا نمسو الحديد، عطانا دي زيكزارسيس سبيسيفيك للكومبا تما ما يجينيوكش كيسيون رابيديتي ولا فورس ولا عفسه هنايا، تما سي غراس لوي اللي الحمد لله.